بيروت. ما شاء الله. اي بس قلي كثير ما رحت لهنيك. من امتى؟ من ايلول الماضي. ايلول الماضي؟ سبحان الله، هو الانسان ايه غير مجموعه ايلولات؟ ايلول الماضي وايلول الحاضر. تعالي بقى نايل شويه. ايه ده؟ حرانه زيه برضو؟ اشتقت لك. طيب انا اهو. ايه رايك؟ اتفضل يا باشا. في حياة الله يا باشا. القهوة اللي فين؟ عند الشيخ اللي قاعد. يا جوجل. يا دي البهجة اللي انت بها دي، مقابلني بباريس. نورت بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ الله الله، مالك رفعت كتافك كده ومحوج عليا؟ انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخوي؟ عشان ما جيتش موت خالي. خالي ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عمليه في بقي، وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي، لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي، انا حر. يعني الغلس عايش شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركه دي. جراي جوجل بقى. وريا بجد وحشتك؟ وحشتني ايه؟ وحشتني دي ما تنفعش تعبر عن جوايا. وبعدين بكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا. ومن ساعة ما بعت الصور النار نار نار دي، وانا يا لهوي مش قادر بتشحتف. صدقني من ساعة ما شفتها وانا طالب نقلي للمطافي. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا دي انت متعلم الكلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاير شاحه في السجن، وانا عايز اعرف تشقيتها منين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن، وخدم المأمور جدعانه. يلاقيك حيبه مطرح ما وقعت، ويخرب بيت زي ما خرب بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق. يخرب بيت بقك على بقه. مين شغلت معاك في الحوار ده يا؟ هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفايه لحساب الباشا ده. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه. واللقطه ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر برايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ منفضك من دماغي. مش للدرجه دي يا جوجو. جوجو سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه والضمير. والمرء عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن أحباء في الله نعمل بهذا التكليف؟ أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة، الأمانة ضاعت في الناس. فإياكم والشيطان. كان لسه بيجي في سيرتك. ايه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني ايه؟ بغض النظر على اللي بيننا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا انت مسيبني خطبة الجمعة عشان تقولي دماغك عجباني، هو ايه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروجي؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ الهرة جابني ولا ايه؟ فتح السروجي عضو مجلس الشعب. يا اخي ده عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني. هموت واعرف لغايه دلوقتي وحاطه ديكور ولا بيلعب عليه؟ مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفها لك يا غالي. نسيت اهم معلومه بقى. بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني؟ فتح السروجي محتاجك في العملية الجاية. عنده قطعة آثار عايز يهربها بره. أنت عارف بقى دي ثروة قومية ومال عام. وإيه اللي مطلوب مني؟ تسلمهولي. إزاي وأنا بالزرقة؟ هقف جنبك. يا باشا أنا آخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الأطول. اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحة جديدة. وصفحة ثوابك دي هتبقى بيضة زي الفل.
والثلاث سنين انت لابسهم دول هتعدي منهم. غالي والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانيه الا ثانيه. طول ما انت يا باشا في الخدمه العبد لله في الخدمه. بس الزرقه بس جات لي معلومات ان فتحي السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسه استئناف. بصير هنسيبك تهرب. اقصر. انا متعاون. بتفتكر يا باشا لما اسلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتك بتزعل. قول وخلص. شريط اصلك جديد. احنا هنهرج ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن. انا لازم اهرب بره مصر كلها. لو سمحت لو سمحت يا حرام. انت مين يا انت؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد، الهزار اتحول فجأة لجد، وسؤال ملهوش في المنطق رد، أنا حد اتحول فجأة لسبت، قصدي لحد. ماشي، خد عفر السيجارة دي. مسك نفسك يا ابني شوية. قول لي ايه حكايتك بقى؟ عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجة. كسرة النفس وحشة. اللي قدامك ده ناس خريج جامعة كامبريدج، شايف كامبريدج؟ وخدت منها درجة اكسلانس، اكسلانس، لانس، لانس، لانس. عداني ابن الجذبة، صدى الصوت. وقع في طريق انسان، سميته صديق، اديته الأمانة، الأمانة. خان الأمانة. وخد اللي ورايا واللي قدامي. انا اللي عملت في نفسي كده. تصدق انا حبيتك انت. يو لاف مي. وهوقفك تاني على رجليك. انت قلت لي اسمك ايه؟ صابر. شوف يا صابر، انا هخليك تعمل احلى مصلحه هنا يا عمو. ده هنا بيحصل احلى مصالح. اهم حاجه تبقى حلال. طبعا حلال، بس المامور الجديد بقى منه ولا خالو سمير. خالو؟ خالو ازاي؟ اخو ماما. ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في لحمي في الستريت الطرقات. تصدق انت وقعت لي من السنة. شوف يا صبر، انا هعمل معاك احلى مصلحة، مصلحة بمليون جنيه، وهعرقك ب30%. يا عمو كلامك غريب، غريب قوي، انا مش فاهم حاجه من الكلام ده. يعني ايه مصلحه وهعرقك؟ مصلحه يعني بيزنس. اوكي. طب وهعرقك يعني هقبلك. يا يا لا عمو سوري، ما اقصدش يا، يعني موافق بس بالامريكان.